فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السائل عبد الله صالح يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو: هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ أنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا الإنسان من باب الطب المرض لا بأس، ولا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقص منه قص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان العلة مرض رأى الأطباء، رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن الحلق هو العلاج فلا بأس.